حضراتكم نادي مانشستر يونايتد، نادي ده اللي كان فيه كريستيانو رونالدو، كانت حالته تعبانة وعنده مشاكل وكل حاجة. لما مشي كريستيانو رونالدو النادي ده شفنا حصل له حاجة غريبة جدا، ودخل في الأربعة الأوائل من الدوري الإنجليزي، وامبارح عمل ماتش جامد جدا قدام برشلونة، اتعادل مع برشلونة على أرض برشلونة، أداء كبير جدا. وكان الأيام اللي فاتت ديت في أخبار إنه القطريين عايزين يشتروا نادي مانشستر يونايتد، والآن يبدو كده إنه من ساعة بيتقال إن الشيخ جاسم بن حمد الثاني أكد اليوم إنه قدم على عرض لشراء 100% من مانشستر، نادي مانشستر يونايتد. النادي يعني العرض معمول علشان النادي ده يبقى في وضع أفضل ويرجع النادي زي ما كان زمان. وأنا زي ما بقول لحضراتكم إن النادي متقدم جدا. العرض بدون ديون، يعني هيدفع كله مرة واحدة، وفي بعد كده بقى يعني تفسيرات الاستثمار هيبقى عامل ازاي. انما الهدف في العرض كله انه هذا النادي يعود الى يعني سابق مجده، وانه العرض ده في الايام او في الساعات اللي جاية هنقول ايه اللي هيحصل. ففي عرض رسمي الان متقدم من الاخوة في قطر، هل يعني هيقدروا يشتروه؟ هو الرقم اللي مطلوب بيتكلموا على 5 مليار جنيه استرليني. النادي طبعا عليه ديون كبيرة، النادي عنده أزمة مالية أيضا، ولكن يبدو أنه الناس اللي تملك النادي قررت أن هي تخرج، ويعني حد يخش يشتغل مكانهم. الأستاذ عبد الرحمن الشيوخ، المحلل الاقتصادي في كرة القدم، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ العمر. ايه الحكايه يا فندم؟ الحكايه ببساطه انه نادي مانشستر يونايتد، الشركه او الاداره اللي بتملك النادي هي عائله امريكيه اسمها عائله جلايزر، قررت في نوفمبر الماضي الاعلان عن بيع النادي. ومنذ ذلك الحين والأخبار تتردد عن أكثر من عرض لشراء النادي، أبرزها كان أول من بدأ بتقديم العروض هو الملياردير البريطاني جيم راتكليف، أغنى رجل في بريطانيا، ثروته حوالي 21 مليار استرليني. كان أول واحد بادر بتقديم عرض لشراء النادي وأعلن عن ده. في خلال الساعات الماضية ابتدى الكلام يكتر عن أكثر من عرض، منهم عرض قطري بعيد عن جهاز قطر للاستثمار، لأنه بيملك نادي باريس سان جيرمان، واللوائح الخاصة بالفيفا تمنع، باليويفا الاتحاد الأوروبي تمنع أن أي مالك يكون له أكثر من، يعني لو هو مالك باريس سان جيرمان لا يستطيع أن يمتلك أكثر من 30% في نادي آخر. وبالتالي كان لابد من البحث عن كيان آخر. كيان آخر، فكان يعني ده مش نفس الكيان بتاع باريس سان جيرمان. جاسم بن حمد ده كيان آخر بالضبط، هو رئيس مصرف قطر الإسلامي للاستثمار، رئيس مصرف قطر للاستثمار. كيان آخر هو نجل رئيس الوزراء السابق في قطر. في كمان كان كلام الساعات الماضية عن عرض من مجموعة من رجال الأعمال السعوديين بعيدا عن نيوكاسل، بعيدا عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الملك لنادي نيوكاسل، ولكن حتى الآن لم يخرج أي
اعلان رسمي بالتقدم بعرض سعودي انما فقط. الخبر اللي عندنا ان هناك عرض قطري فعلا تم تقديمه. ده تم بالفعل علما بان الساعه 10 بتوقيت جرينتش هو اخر موعد لتقديم العروض. لا هم بيقولوا دلوقتي ان هم هيمدوا الوقت ده النهائي، هيمدوه شويه. هو حتى يعني ربما يعني ده يحصل، لكن هو الباب مفتوح برضو لمختلف انواع العروض، ليس فقط عروض الاستثمار الكامل او شراء كامل للحصه. يعني لو حصل انه القطريين اشتروا سواء يعني بجاسم بن حمد او باي قبعه اخرى، ده معناه انه في الاربعه الاوائل في ثلاث فرق مملوكه للعرب. ده صحيح، بخلاف طبعا ان في من ضمن الانديه في استون فيلا المملوك لناصر ساويرس. يعني هيبقى في مانشستر سيتي وده ملكيه اماراتيه، وفي نيوكاسل ملكيه سعوديه، ولو القطريين خدوا مانشستر يونايتد هتبقى ملكيه قطريه، فالاربعه الاوائل فيهم ثلاث فرق عربيه او مملوكه ملكيه عربيه. ده صحيح، وعايزين برضو نقول ان الاستثمار ان مجموع ديون مانشستر يونايتد لنهايه العام الماضي كانت حوالي 514 مليون جنيه استرليني. العرض انه هيسدد كامل هذه الديون بخلاف مبلغ 5 مليون استرليني 5 مليار استرليني قيمه النادي اللي هي بتأمل العائله جلايزر ان هي تحصل عليها، و هناك 1.2 مليار استرليني ستكون على شكل استثمارات. طب استاذ شويخ، هيحصل ايه لما نيجي في بطولة اوروبا وباريس سان جيرمان المملوك لقطر ومانشستر يونايتد المملوك لقطر يلعبوا بعض؟ ما احنا اتفقنا ان ده كيان مختلف عن الكيان. لا هو يعني في النهاية هي ملكية قطرية يعني. ايوه، ولكن في نموذج معروف اللي هو ريد بول سالزبورج النمساوي وريد بول لايبسيج الالماني، والاثنين موجودين بيلعبوا في دوري ابطال اوروبا وبينافسوا بعض، وهم الاثنين تابعين في الاخر لملك واحد، لكن الكيان منفصل عن الكيان، ده موجود يعني ما هوش بدعه جديده اصلا يعني. طب هو المفروض هيبتوا امتى بقى يقولوا لنا اذا كان هيتباع ولا لا او لمين؟ هو يعني المفروض انه بنك الاستثمار الامريكي رين هو اللي هيفرز العروض خلال الساعات القادمه، وبعد كده هيعرضوا على العائله ويشوفوا افضلها، ربما في ابريل هيكون القرار النهائي بعمليه البيع على حسب الانباء اللي بيتم تداولها. الأستاذ عبد الرحمن الشويخ المحلل اقتصاديات كرة القدم، بشكرك شكرا جزيلا، وطبعا حضراتكم زي ما بقول لكم كده بقى لينا يعني كعالم عربي قوة شديدة، لينا أربع خمس فرق أو أربع فرق مملوكة لأطراف عربية في هذا الدوري الضخم الكبير، وطبعا غير اللعيبة العربية اللي موجودة في هذا الأمر، وطبعا هناك كلام أيضا عن اقتراب بيع ليفربول، هناك كلام عن بيع ليفربول، فطبعا اللي هياخد مانشستر يونايتد مش نفس اللي هياخد ليفربول، هيبقى فيه يعني تغييرات